هذا هذا الصح، هذا حرب صح. هاي الحرب حرب صح. الدول قاعده بتعطي معيارين، معيار ان امريكا فزعت لاوكرانيا، ان روسيا هذه ظالمه وبدها تتعدى وتحتل اوكرانيا، بس احنا محتلين وبظلموا فينا وبكتلوا في اولادنا وبكتلوا في اطفالنا وبكتلوا في كذا. هذه لا، هذول جماعه بيدافعوا عن انفسهم، هذا دفاع عن النفس. ان اجاهم اوامر في الليل انسحبوا، انسحبوا الساعه 12 في الليل يوم اثنين ليله الثلاث، الاول الحرب هذا 67، ثالث يوم الحرب الثالث كره هذول هدموهن، بيت نوبه يالو عمواس منطقه اللي طول ثالث كره هذول على خط يافا القدس مكين هذول. احنا في السابق كان عندنا امل في الرجوع لوطننا لبلادنا، والان صار الامل متحقق ان شاء الله في الرجوع الى بلادنا والى ارضنا والى وطننا. اذا هم بدهم السلام، احنا جاهزين للسلام، الشعب الفلسطيني جاهز نعمل سلام مع اسرائيل. احنا ان شاء الله املنا في الله ان تكون في دوله فلسطينيه محققه ونرجع لوطننا ولبلادنا ويتحقق السلام في المنطقة كلها. ما بني يأسش يعني، فيش يأس.